خضروات البحرينية موسمية خصوصا في الشتاء. بالنسبة إلى وقت الصيف هذه الأشياء كلها تنعدم، تعدمها الحرارة، فبمجرد يجي القيض تقل. المزارعين البحرينيين جدوا واجتهدوا فسووا أشياء واجد، أشياء مبتكرة ما كانت موجودة في البحرين. هذا الطماطم اللي هو الموسمي الموجود الحين تلاقي مثل الحجرة، الناس تبغى منظر، ذاك الموضوع برا أحلى، هذا لا مو أحلى، لكن يمكث عند صاحب البرادة ما يخترب، والناس بما أنه المنظر ماله طيب يقولون هذا أحسن من ذاك، هو ذاك أحسن. التين عدة أنواع، هذا بحريني، هذا يثمر شتاء وقيض. هذا التين عندما ينضج ينفتح ما يقاوم، وخصوصا في الحر، بس كل ما يشتد الحر تشتد الحلاوة. يقول صاحب المثل زيد شكر يعطيك شنو؟ حلاوة. شنو شكر هذا؟ تعبة المزارع. هذا طماط، هاي طماط البحريني، كل إنتاج بحريني هذا، وكله يعتمد على المزارع البحريني وخبرة المزارع البحريني. بس القاصر البحرينيين الحين الدعم قليل وأراضين ماكو. جلالة الملك أراد أن نصير عندنا اكتفاء ذاتي من المواد الغذائية ومن المحاصيل الزراعية.